سواريش باي باي، سواريش خلاص بره الاهلي زي المواقع كلها ما كتبت. واللي اكد الكلام احمد شوبير، واحنا عارفين طبعا احمد شوبير قريب قوي من مجلس اداره النادي الاهلي، وكمان شوبير لما ابنه بيتالق بيطلع الاخبار الحلوه لجمهور الاهلي. فاحمد شوبير طلع قال خلاص ريكاردو سواريش الاهلي وجه له الشكر اخر مباراه اللي جايه، والاهلي كمان اتعاقد مع مدير فني الكابتن محمود خطيب هو اللي تعاقد معاه ومقتنع بالمدير الفني الجديد. يعني كده الاهلي تعاقد، مش لسه بقى هيدوروا على سيفيهات، لا احنا سمعنا كلام الفترة اللي فاتت عن كم مدير فني ابرزهم كارلوس كيروش، خليل زيتش، زوران، كان في كلام على موسيماني وفايلر. طيب خليني اقول لك الاسم الاقرب لخلافة سواريش مين جوه الحلقة، بس قبل ما نخش لايك وشير قول لي في الكومنتات وانت تتمنى مين، ويلا بينا. في البداية انا مبسوط جدا جدا ان سواريش مشى. الراجل جاي في وقت اتظلم فيه والكلام ده كله، بس معلش انت ما عندكش سي في يشفع لك ويخليني اصبر عليك السنة الجاية، واللي قدمته في الفترة دي ما يرتقيش لطموح النادي الاهلي حتى قبل ما تبتدي تلعب بالناشئين. خلينا دلوقتي في الاسماء المطروحة، مين هو المدير الفني اللي بنسبة كبيرة واحد من اتنين انا من وجهة نظري، يا اما هو كارلوس كيروش رقم واحد ده بالنسبة لي ونسبته تتعدى 90%، كارلوس كيروش. الأسماء كلها بتقول كارلوس كيروش، كارلوس كيروش اللي اترشح في الفترة اللي فاتت وكلنا عارفينه وشايف انه مناسب. يعني انت لو مش هتجيب فايلر او موسيماني فالمناسب كارلوس كيروش لانه كان ماسك المنتخب، عارف لعيبة الدوري، احتك بالمصريين والدنيا تمام وحافظ اللعيبة بتاعت مصر. فبالنسبة لي كارلوس كيروش هو احسن مدير فني في التوقيت ده ومدير فني كبير وعنده سي في كبير. طيب الاسم الثاني هو وحيد خليل زيتش، مدرب كبير برضه بس نسبته بالنسبه لي مش عاليه قوي، وان كان وارد انه يجي. وزوران المدرب اللي كان بيدرب حسين شحات في العين الاماراتي واللي خد بيه ثاني العالم للانديه ودرب في السعوديه ومدرب كبير. انا كعصام لو هتقول لي زوران، كيروش، وحيد خليل زيتش، هختار زوران لانه مدرب تقيل ومدرب كبير. انا ده امنياتي، لكن مش بالامنيات. الكلام دلوقتي ما فيهوش موسيماني، وكانوا بيقولوا في كلام ان فايلر واستطلاع راي فايلر والحكايه والروايه، انا هبقى مبسوط جدا لو جابوا فايلر. انا بحب موسيماني بس مش مع عوده موسيماني في التوقيت ده خالص خالص. يعني كيروش شايفه كويس، خليل زيتش مدرب كبير بس ما يعرفش الاجواء المصريه وكمان كان مدرب منتخبات اكتر، زوران مدرب كبير. لو انا هتمنى فايلر او زوران او كيروش او خليل زيتش، رقم واحد بالنسبه لي زوران او فايلر، رقم اتنين كارلوس كيروش، دول امنياتي انا، رقم تلاته خليل زيتش. موسيماني صعب، موسيماني انا شايفه صعب وان كان برضه مدرب كبير، لكن سيبك من التوقعات وامنياتك والكلام ده، التوقع والاقرب لتولي قياده النادي الاهلي كروش رقم واحد 90%، دي الاقرب مش تمنيات دلوقتي، احنا الاول كان تمنيات دلوقتي الاقرب هو كروش، واللي بعديه واحد خليل زيتش، واحد من الاثنين دول. زوران اتعرض اسمه بس حاطينه في الاخر يعني مش قوي، فانا كنت اتمنى زوران يا فايلر، بس هم هيجيبوا كيروش وهنشوف خلاص كلها يومين وهنعرف. قول لي رايك في الكومنتات وامنياتك في الاسباب اللي انا قلتها. بحبكم في الله ودمتم في امان الله. سلام.